Precancerous skin diseases. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. واحنا بناخد يا جماعة البيزل سيل كارسينوما أو سكوماس سيل كارسينوما. كان عدى علينا كده أوان كم كلمة كوان يعني أنتوا ما كنتوش بالعينهم أو مش عارفين ده إيه ده أوان. اللي هي شوية Precancerous كده أوان ليجنز أو سكين ديزيز. عايزين نتعرف عليهم بقى النهاردة. زي مين؟ زي الراجل ده اللي ما عندوش ميلانين خالص. لو واحد يا جماعة عنده ريدكشن في الميلانين اللي في طبعا في الإبيديرمس أو ما فيش ميلانين خالص، دي كونديشن بتاع عليها ألبينيزم. الراجل الألبينيزم ده بقى بيكون عنده ما فيش ميلانين لا في شعره ولا في جلده ولا في الأيريس of the eye. في عندنا كمان مرض يا جماعة اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزم. الزيرو ديرما بيجمنتوزم ده وان اوتوسومال ريسيسيف ديزيز. ده بيكون ديفيشنسي او ابسنس في انزيم اسمه دي ان اي بوليماريز. العيان ده وان لو تعرض للجلد بتاعه للشمس، تبص تلاقيه الجلد بتاعه في الاول هيبقى دراي وبيجمنتد، وبعد كده هو ان الجلد بيتحرق بير سلافينج والسريشن. وطبعا لو بقى فيه سلافينج والسريشن انترودكشن اوف انفكشن، وفي الاخر نتيجه الكرونيك اريتيشن ده هو مالجنسي بتحصل. الحكايه دي طبعا يا جماعه علاجها الوحيد، شايفين الطفله الصغيره دي ساعه ما ظهرت لها، وكل ما بتكبر بتزيد عليها بتزيد عليها لحد ما في الاخر مفيش حل غير انها تلبس الهدوم دي بتاعت ناسا. وكاله الفضاء الامريكيه بتعمل هدوم مخصوصه للناس دي ضد الالترا فايلت ريز، ما يخش لهاش خالص لجسمها اي الترا فايلت ريز، لان على فكره هي حساسه الالترا فايلت ريز بتاعت الشمس والصناعيه كمان. لو في اي الترا فايلت ريز حواليك حتى من التلفزيون مشكله بالنسبه لها. بعد كمان في عندنا يا جماعه مرض خطير قوي Precancerous، ويقال ان هو اهم حاجه ممكن تقلب سكويموس سيل كارسينوما. حاجه اسمها سكويموس كيراتوزيس او سينايل كيراتوزيس او سولار كيراتوزيس. كالمعتاد اي حد بيتعرض للشمس الكتير وهو ابيض خالص بيبتدي يحصل له ايه؟ بيبتدي يحصل له في الايبيديرمس بتاعه بليومورفيز وهايبربليزيا في الايبيديرمس مع هايبر كيراتوزيس. فيتحول الجلد بتاعه بقى من كتر الهايبربليزيا والبليومورفيزم والهايبر كيراتوزيس، تبص تلاقي الجلد بتاعه بقى خشن وإن إلاستيك ومقشف وسكيلي ودراي، وساعات يبقى بيجمنتد، وطبعا العيان ده لو ما تعالجش ممكن جدا جدا من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى الإنفيزيف سكوماس سيل كارسينوما. على فكرة طبعا علاج الحكاية دي مدام في هايبربليزيا وبليوموفيزم عاملها معاملة تيومر، وتعالجها زي اي سوبرفيشال تيومر احنا خدناها بتوبيكال كيموثيرابي، ممكن ليزر، ممكن جدا لو لوكالايزد ريجن تعمل له ليزر، حاجات زي كده اهو كوترايزيشن. في عندنا برضو مرض اسمه باونز ديزيز. باونز ديزيز ده عباره عن برضو الراجل الابيض اللي بيتعرض للشمس، تبص تلاقي ده وان ابتدى يحصل له ابيديرمال هايبربليزيا، وغالبا بتحصل في الفيس. ابيديرمال هايبربليزيا شايفين اهي برضو هنا كده، ودي بقى الليجن واضح قوي. ابيديرمال هايبربليزيا وابتدت في الاول الحته دي كده تبقى حمراء وبعدين تبقى سكيلي، و
طبعا الهايبرميزيا دي برضو خطر، ممكن تقلب سكوماس سيل كارسينوما، تعالجها معالجة اي سوبرفيشال تيومر زي ما احنا متعودين. بقى كمان في عندنا يا جماعة حاجة مهمة جدا في الديفرنشال دياجنوزيس بتاع البيزل سيل كارسينوما والسكوماس سيل كارسينوما. وانا الصراحة اما كنت في معهد السرطان وعمري ما قدرت اميز الليجن ده من البيزل سيل كارسينوما والسكوماس سيل كارسينوما. انا كنت صراحه على طول بفكر واشخصه يا بيزل سيل يا سكوماس سيل كارسينوما، شكله استحاله معقدني لحد دلوقتي. يعني انا اشوف الليجن ده كده هو لا يمكن اقول عليه كيراتو اكانسوما. ايه الكيراتو اكانسوما ده؟ يعني دي بيناين كونديشن، فجاه برضو الراجل الابيض اللي بيتعرض للشمس وفي المنطقه بتاعه الفيس، تبص تلاقي واحد ميدل ايج rapidly progressive growing unbilicated nodule وفي الفيس. واحد زي دون ده انا اجيب لك مصحف واحلف لك عليه ده المكان المميز جدا بتاع البيزل سيل كارسينوما، والايدج بتاعها elevated والله عادي جدا inverted وتيبيكال بيزل سيل كارسينوما. عشان كده هو بقى يا جماعه طبعا، والسنتر ده عباره عن كيراتين. طبعا بيني وبينك بايوبسي اسينشال عشان افرقها من البيزل سيل كارسينوما والسكوماس سيل كارسينوما، وهي على فكره بي كانسرس ممكن تقلب لسكوماس سيل كارسينوما. طبعا لو انت فعلا بالبايوبسي شخصت انها كيراتو اكانسوما، في ناس قلبهم جامد يعني، واقول لك مدام تقرير باثولوجي ان الهايبربيزيا مش جامده قوي يعني، وهي سلولي بروجريسيف مش رابد لبروجريسيف، سيبها ليه يا عم؟ تصور ان الليجن دون تبص ليه بيحصل له سلافنج وبيخف لوحده في ظرف 16، ده العادي بتاعه. بس زي ما بقول لك تقرير الباثولوجي يحكم مايلد هايبربيزيا بتاع حاجه زي كمان، وهي سمول وكلينيكالي بالفولو اب سلولي بروجريسيف لا هتخف لوحدها. لكن لو كانت rapidly growing large، تقرير باثولوجي طلع ان في ماركت هايبربليزيا، في بليومورفيزم، لا تعالجها معالجه اي سوبرفيشال كانسر بالكرايو سيرجري والليزر والمو سيرجري. اوكي نبص نلاقي حاجات برضو دي كل اللي فات ده بري كانسرس ليجنز. في حاجتين بقى كده وانا حاططهم عشان الكلينيكال، كتير قوي 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 كده وانت بتمتحن كلينيكال على العيان، الاكزامينر لو لقى كده حاجه زي كده يقول لك ايه ده يا جماعه، حاجه اسمها كالوزتي، او ايه ده سكين كورن. ايه الكالوزيز بقى والسكين كورن؟ وطبعا ده مش بري كانسر ولا حاجه، ده انا بقولها بس عشان الكلينيكال لو حد سالك عليها. ده يا جماعه عباره عن سوبرفيشال سيكنينج بيحصل في الجلد في المناطق اللي فيها فريكشن. طبعا هي في بلاد بره يقول لك دي بتحصل نتيجه الان فيتد شوز، واحد يعني الجزمه مش ماسكه في رجليه كويس وبتلق في رجليه فرجليه بتحك في الجزمه. ده يا جماعه بتوع بره، احنا عندنا في العالم الشرق اوسط وبتاع في ناس عمرهم ما شافوا جزمه واصلا ماشيين حافيين. فالناس اللي هي دايما بتمشي حافيه جامد جدا جدا ورجليهم كده تلاقيها سوبرفيشالي خشنه بالمنظر ده، هو ده الكالوز. ده بيكون عباره عن ايه؟ وايتش او يلوش، رف هارد دراي سكين، نادر قوي ان هو تدوس عليه كده اول ولا العيان حاسس بحاجه خالص. ده انت لو شكله فيه بالدبوس ما بيحسش، فريري قوي ان هي تكون بينفول، وغالبا بتحصل في مناطق الفريكشن. مناطق الفريكشن اللي هي يعني في الفوت، مناطق الاحتكاك، او ممكن تحصل في ايديك في المانيوال وركرز. او انا دي كانت مشهوره قوي عندي لسنين طويله، حاجه بتاع ولا 15 12 سنه كده،
كان عندي دي انا عايش بيها طول عمري. ايه ده وانا؟ لو انت ماسك مضرب خشن بنلف حواليك اللي هو نفوطه عشان ايديا ما تعرق، يعني العرق ما يخليش المضرب يلف في ايديا. فكنت بمسك مضرب بتاع لعبه كده معينه، وكنت يعني من الابطال فيها وحاجات زي كده هو زمان بقى، من حاجه بتاع 30 35 سنه. وكنت دايما بتمرن كتير وبلعبها مثلا ساعتين ثلاثة في اليوم. فدي كانت عندي عشان الفوطه الخشنه دي، وايديا بتحك في الفوطه الخشنه دي، فكان عندي دايما المنظر ده. نبص نلاقي نتيجة الاحتكاك. هو على فكرة طبعا هو الخشونة دي حصلت ليه يا جماعة؟ ده بروتكتيف ميكانيزم من الجلد. اما بيحصل احتكاك، لو انا سبت الجلد زي ما هو هيحصل له ألسريشن. فالجلد بقى ما يكون الاحتكاك كده خفيف وكرونيك، يبتدي ده يعمل استيميليشن للخلايا بتاعت الابيديرمس انها تتكاثر وتعمل السيكنينج الفظيع في الإبيديرمس بالمنظر ده، كحاجة بروتكتيفز عشان تواجه الفريكشن اللي هيعورها ده. فأي منطقة فيها فريكشن يا جماعة دايما بيحصل حاجة اسمها ادفنتيشيس بيرسا. تبص تلاقي تحتيها حصل سويلينج اللي هو بيرسا عشان يلين الاحتكاك. وطبعا ده ممكن يكون way for introduction of infection. على فكرة دي لو موجودة في رجل أي واحد، حلل السكر، ولو عنده سكر أو عنده أي ما بين manifestation في إسكيميا، العيان ده لازم يتعمل له careful follow up بطريقة فظيعة. لأن يا جماعة الكالوس دي ممكن تكون way for introduction of infection. infection في واحد إسكيميك أو واحد diabetic، بوم ضربت جانجرين وبقت كارثة. شبه الكالوس دي بالظبط في عندي اسمها حاجه اسمها كورن. هي كورن يعني ايه؟ يعني زي الكالوس بالظبط. تفرق عنها ايه؟ تفرق عنها انها بتحصل في مناطق فريكشن مع بريشر. ففريكشن مع بريشر يعني مثلا زي جزمه ضيقه عليك، او زي المضرب اللي انا كنت بقول لك عليه بمسكه دون، فكان فريكشن مع كمان الضغطه بتاعتي على المضرب عشان ما يتهزش في ايديا، فدون كان بايه؟ بيجيب لي الحكايه بتاعت الكورن ده. هي شبهها وسيكنينج وكل حاجه، بس هتبص تلاقي بقى فيها ايه؟ هتبص تلاقي ان سنتر بتاعها، يبقى ركز كده اهو وابقى اكبرها لكم. شايفين في السنتر كده اهو؟ هتبص تلاقي حته هارد سنتر. و تفرق الكورن عن الكالوسي. الكورن يا جماعة برضو ده ايه؟ فيه فريكشن فحصل سيكنينج فظيع في الجلد مع بريشر. فالبريشر ده بقى خلى الجلد مش يكبر لفوق لبره، ده بقى يكبر لجوه. داون جروس اوف ذا سيك سكين، وده يعمل بريشر وإريتيشن للنيرف اندنج اللي تحتيه. وعشان كمان يتميز الليجن ده ان هو بقى بين فل، ولو ضغطت على السنتر بتاعه ده هتلاقيه تندر. وكمان تقدر تكتب كمان دوان سمولر زان كالوزي. الكالوزي بتحصل في مناطق واسعه اللي فيها فريكشن، لكن دي بتكون مناطق صغيره في المناطق اللي فيها فريكشن مع بريشر. دي بينلس ودي تندر وبين فل غالبا. علاج الاثنين دول ايه؟ شيل السبب. انا بطلت العب اللعبه وبطلت امسك المضرب، ما عداش يعني شهر اثنين ثلاثه اختفت تماما. فانت لو شلت السبب بتختفي. او بقى زي الستات ما بيعملوا، ما الحاجات دي يا جماعه بتطلع كتير قوي عند الستات وفي كعب رجليهم وبتاع، فبقى بيعملوا بادي كير. مش عارف بقى بيقعدوا يحطوا كريم وحطوا كريم وحطوا كريم وحاجات زي كده اول، ومش عارف بقى يغسلوها بايه عشان تطرى وحاجات زي كده، وتروح بتاعه الباديكير دي بتاعتهم داخله كحتلها الكلام دون بموس. فتشال يتحمل لها كده شيفنج بايه؟ بموس. وزي ما اتفقنا لو حاجه من الحاجات دي موجوده في واحد اسكيميك او عنده دايبيتس، كيرفول فولو اب ويتنبه على العيان.
لو الحته دي احمرت وجعتك تيجي تجري في ثانيتها عليا قبل ما تضرب بانفكتيف جانجري. وايه بقى يا جماعه البري كانسرس ليجن والكومنت الصغير ده وانا على الكالوزتي والسكين كور. Thank you for good listening and good luck.